جميعا، وعايز اشكركم واحد واحد وكلكم اصدقاء وليكم معزه كبيره عندي. طبعا انا مدينه لحضرتك بكل، اذا كان زهره مجموعه، اذا كان زهره كتابه. الحقيقه المراحل الاولى انا يعني كاتبه المجموعه دي من سنين، يعني بروح واجي عليها بس مش فاضيه لها. يعني المشكله ان انا كنت يعني انغمست في العمل الصحفي، وده بياخد وقت الواحد، بياخد عمره، بيستنزف حتى مفرداته كمان. لكن كنت كل شويه عندي حنين، لان انا دخلت الصحافه من باب الادب. يعني رحت اشتغل صحفيه عشان انا بكتب قصص وعايزه انشرها، ومش عارفه انشرها ازاي. فبدات الحكايه كده يعني، انما كان دايما يعني كل ما اشوف حد كتب مجموعه قصصيه احس بالغيره. قصه مثلا قريتها حلوه ابقى عايزه اعمل زيها. كان في عندي الاحساس ده دايما. صبح فوز، الاستاذ محفوظ كان يعني انا كتبته وركنتها في وقت وكنت متردده فيها، يعني حاسه ان انا يعني كبيره ومش مفروض ان انا اعمل حاجه ممكن يبقى في عليها يعني كلام، ممكن حد يبقى معاها او ضدها. فحاله الخوف دي كانت عندي، فاللي حسم لي ورحت له وقلت له طب انا يعني لو حضرتك قلت لي ما تنشروش المجموعه دي انا هقول لك يا عندي في حاجه ومش هنشرها. فالحقيقه انا فوجئت برد فعله، وهو برضه كان ليه اضافات وكان ليه ملاحظات سلبيه برضه على في بعض حاجات، لكن كان في الاخر مع قرار ان انا اصدر المجموعه دي. وكان مشجع بشكل كبير، يعني انا والله يقول اي كلام مش ممكن يوفيك حقك يا استاذ محفوظ، وما جايك النهارده ده يعني على راسي. فجاه غريبه مش بعيدي انها فجاه قالت في انها تعمل مجموعه قصص. لقت سكك اكثر، لان دي تجربه اولى، والتجربه الاولى دايما فيها صعوبه. الواحد بيفكر عايز يبقى عامل حاجه كويسه، فبيبقى في التوتر ده في العمل الاول دايما. يعني بس ايه اللي لفت نظرك لهذه النوعيه من الكتاب؟ انت قلت ان هو اصلا هو رجل ولا امراه، مين صاحب الكتابه دوت متميز كما قال الاستاذ محمود؟ ايه رايك؟ حسيت بصدق، حسيت كده ان حد بيقول حاجه تجربته هو، حاجه حقيقيه وباسلوب بسيط جدا يوصل. صدقته، انا صدقته، عشان كده بقول له اللي كاتب الكلام ده حد كويس. ساعات تقرا حاجه ما تصدقهاش او ما تلاقيش صدى عندك، فيتنصرف عنها يتكمل عشان تبقى ملم بكل ما كتب. لكن انا لما قريت صفحه، ما قريتش حاجه كتير يعني، لقيت فيه صدق. هو ده اللي خلاني اقول ان ده حاجه كويسه. لكن دلوقتي عاوز اسال استاذه انتصار، ليه سميتيها نصف رجل؟ هل تقصدي المراه هي نصف رجل، ولا ما حدث في القصص نتيجة لنصف الرجل؟ يعني هي بتعكس المعنيين، بتعكس المرأة. أما يعني إحنا في مجتمعنا المرأة تحولت إلى نصف رجل فعلا، بالذات المرأة المعية مثلا، أما تبقى من راجل خرج وسابها وساب الأهل ومش عارفة تصرف عليهم، فبتبدأ هي تتولى المهمة. دي بالذات تبقى رجل ونصف. يعني في برضه نماذج جوه المجموعه لناس، يعني المجتمع، احنا لحظه متغيره جدا في المجتمع يعني، ففي تراجع، عن دور كل واحد. يعني انا كنت مسميها الاول نصف رجل نصف امراه، لان كلنا يعني فينا انصاف، مش يعني مش كاملين الاوصاف والكمال لله وحده، لكن ما فيش حد بيأدي دوره اللي ربنا خلقه عليه بالظبط زي ما مطلوب يعني. فكان الراي الناشر ان احنا لا، يعني نصف رجل نصف امراه هيبقى طويل قوي، فاخترنا ان احنا نكون نصف رجل. ايوه يا استاذ، فهي برضه بتعكس انه في تراجع لدور الرجل في المجتمع في فئه معينه، اللي هم يعني اللي منهم نماذج